ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور وليد جبلّة الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء. دكتور وليد، بعد التحية، كلمة الرئيس بمناسبة تجمع البريكس والمنعقد في روسيا الآن كلمة جامعة وشاملة تضع المجتمع الدولي أمام التحديات الراهنة التي نتابعها عن كثب. ما هي أبرز الرسائل التي حملتها كلمة السيد الرئيس في هذا الإطار؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد السيد الرئيس كما عودنا يدخل في تفاصيل الأشياء، ومن خلال كلمته مصر تقدم نفسها باعتبارها وجهة مثالية ومتفردة في خصائصها التي يترتب عليها تنال مصر وربح للمستثمر الذي سيصل إلى مصر. مصر أنفقت تريليونات الجنيهات في إعداد بنية تحتية. مصر عززت من تنافسية اقتصادها وأصبحت تمتلك مقومات فريدة تساعد على الاستثمار وعلى النشاط الاقتصادي. تكتل بريكس هو تكتل مبادئ يسعى إلى خلق اقتصاد عالمي جديد متعدد الأقطاب. مؤسسات بريكس التي يتم إنشائها بصورة تدريجية، هناك بنك التنمية الجديد التابع لبريكس، هناك مجلس الأعمال. الآن نحن نتحدث ونقرأ من كلمة السيد الرئيس أن حديثه موجه إلى الكيانات الاستثمارية، يستعرض في كلمته خصائص مصر والمزايا التي تقدمها مصر والفرص الاستثمارية الواعدة التي هي متاحة في مصر. الكلمة موجهة إلى قطاع الأعمال وموجهة للكيانات التي يعني دورها هو تفعيل الاتفاقات. مصر تمتلك وهي عضو في الكثير من التجمعات، وهي طرف في الكثير من الاتفاقات التي تشجع على الاستثمار والتي تفتح الأسواق للمستثمرين داخلها، كما أن مصر سوق كبير لمن يستثمر داخلها. مصر لديها قطاعات متعطشة للاستثمار استعرضها السيد الرئيس بصورة عادلة أكثر ما منها صورة ترويجية. السيد الرئيس يذكر في كلمته المزايا الحقيقية التي تقدمها مصر، وهي مزايا مهمة جدا في هذا المنتدى المهم. من هنا ومن خلال الوفد المصري الموجود حاليا في هذا المنتدى، أتصور أن هذه الكلمة بمثابة دستور يسير عليه الوفد المصري وتكون أساس للعمل المشترك والعمل هذا الوفد في مجال تواصله مع كيانات الاستثمار الموجودة في هذا المنتدى حاليا. طيب دكتور وليد، يعني كيف يمكن أن تساهم ويساهم انضمام مصر إلى هذه المجموعة في دعم التنمية المستدامة في الدولة المصرية، خاصة في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات ومن سن قوانين تسهل على المستثمر وتتيح له كافة الفرص الاستثمارية المتاحة؟ هو طبعا يعني هي مصر بتمد يدها شرقا وغربا، ومصر مثلما لديها علاقات اقتصادية كثيرة مع الغرب هي تمد يدها أيضا إلى الشرق. ومن خلال تكتل بريكس، تكتل بريكس بيقوم في الأساس على أن يكون هناك استثمارات بالعملات المحلية، أن يكون هناك نماذج أخرى ذات طبيعة خاصة تستغل تكنولوجيا جديدة في الجانب الآخر من العالم. مصر تمد يدها إليه. مصر هي عضو في بنك التنمية الجديد التابع لبريكس. من هنا فإننا نخاطب شريحة مختلفة، شريحة لديها فكر خاص. مصر بامتلاكها اقتصادها المتنوع وبحكمتها، بحكمة الحكمة التي تمتلكها القيادة السياسية وبما تمتلكه مصر من مزايا نسبية في اقتصادها، تستطيع أن تقدم اقتصادها باعتباره اقتصاد مكتمل المعايير التي تجعلها جاذبة للاستثمار لكل الأعضاء المشاركين في منتدى الأعمال الذي يعقد حاليا في روسيا. طيب دكتور وليد، لو عدنا إلى الوراء قليلا، ليس في بداية يعني عندما أصاغ جيم أونيل في 2001 وهو عضو في بنك جولدن مان ساكس أفضل، عندما صاغ أن تكون هناك منظمة اقتصادية كبيرة، وحتى عندما بدأت الدول الأربع الكبرى المساهمة في هذا التنظيم، البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2006. لكن لو تحدثنا عن الهدف الذي أنشأت وأنشئت المنظمة
من أجله، وهو أن يكون هناك نظام متعدد الأقطاب، أن يكون هناك نظام متعدد الأطراف، أن تكون هناك عملات ليست عملة واحدة في التعامل الدولي الاقتصادي. هل من الممكن الوصول بهذه النقاط المحددة سلفا عندما أنشئت المنظمة المضي قدما بهذه النقاط المحددة والبناء عليها؟ هو طبعا تكتل بريكس هو تكتل مبادئ أكثر منه تكتل قائم على الصفة التنظيمية للمنظمات الدولية. هذا التكتل بالعقيدة التي يعتنقها الدول الأعضاء فيه قادرين على إنجاحه. الدول بريكس بينها بينها تعاون مشترك، تعاون ثنائي ما بين الدول، كما أن تكتل بريكس له خصائص متنوعة يمكن أن يؤسس عليها تكامل ما بين الدول الأعضاء. كيف يمكن البناء على ما تحقق من أجل تطبيق مبادئ بريكس؟ هذا الأمر معنية به الدول. أنا ممكن يعني أتابع إزاي أن كان هناك اتفاقية لتبادل العملات ما بين مصر والصين، هناك يعني رغبة متبادلة ما بين الكثير من دول الأعضاء ومن بينها مصر أن يكون هناك تبادل بالعملات المحلية مع الصين مع روسيا مع الكثير من الأعضاء. هذا المنتدى فرصة لبحث آليات التعاون بالعملات المحلية وغيرها من الآليات التي تساعد على التنمية ما بين الدول الأعضاء، ولكن هي القضية الآن في التفاصيل. أتصور أن المبادئ أصبحت محل اتفاق لكل دول التكتل. مصر من الدول التي مقتنعة تماما بمبادئ التكتل، كما أنها لديها برامج إصلاحية تجعل من اقتصادها اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات، وبما يتواءم مع مبادئ تكتل بريكس وحتى أيضا معايير الاستثمار في الدول الغربية. ومن هنا فإن المتبقي هو الحديث العملي، حديث المستثمرين، الحديث في مشروعات محددة بعينها. هذا الأمر يحتاج إلى تفاوض مباشر، يحتاج إلى تواصل مع المستثمرين بصورة مباشرة، وتصور أن هذا الأمر تقوم به مصر حاليا سواء في هذا المنتدى أو في غيره من المنتديات واللقاءات. مصر لديها ما تقدمه، مصر أصبحت تمتلك ما تقدمه للمستثمر سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى البنية التشريعية الداخلية والخارجية أو رغبة حقيقية في دعم مسار التنمية المستدامة المصري من خلال استراتيجية مصر 2030 المتطابقة مع الأهداف الأممية. إذن مصر جاهزة، ثم يأتي بعد ذلك الحديث في التفاصيل الذي بدأ واضحا من خلال كلمة السيد الرئيس أنه بمثابة توجيه للفريق المصري الموجود حاليا في القمة، بحيث يتم الحديث عن مشاريع بعينها في مناطق بعينها. أصبحنا نتحدث عن مناطق استثمارية مكتملة المرافق، أصبحنا نتحدث عن قطاعات لها حوافز تشريعية ولها فرص للنجاح والربحية. هذه القطاعات وهذه عندما تستقبل تلك الاستثمارات تساعد على زيادة معدلات النمو في مصر، تخلق فرص عمل، وفي نفس الوقت تحقق مصالح للمستثمرين الذين يدخلون باستثماراتهم إلى مصر في تلك القطاعات. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور وليد جابالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.